أخبرنا مع حضراتكم من نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك بتترقب الإعلان عن تمديد عقد أحمد سيد زيزو. الخبر ده في شقين، الشق الأول تحية واجبة للجنة الحالية المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب. كل التصرفات والمواقف والأقوال والأفعال اللي بيعملوها من ساعة لما قدموا إلى إدارة نادي الزمالك بتقول إن في شكل مختلف لإدارة نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت. تجديد مع الونش بصدد التجديد أو تمديد التعاقد مع زيزو ومع بن شرقي. كل الأخبار اللي احنا بنعرفها من كل المسؤولين عن الألعاب الجماعية سواء الأجهزة الفنية أو حتى اللاعبين في الألعاب الجماعية جوه نادي الزمالك، من يد لطايرة لباسكت لكرة قدم، بتقول إن هم حاسين بفرق كبير جدا في التعامل معاهم. يعني ان الاداره الحاليه، اللجنه الحاليه، بتتعامل مع الالعاب الجماعيه كلها، مع اللاعبين ومع الاجهزه الفنيه، بشكل كبير جدا من الاهتمام والاحترافيه والاحترام، وان كل الوعود اللي هم بيدوها وبيقطعوها على انفسهم بيلتزموا بيها. كل الوعود اللي بيلتزموا بيها او بيقطعوها على انفسهم، وعود ماديه تحديدا، بيلتزموا بيها لكل الالعاب الجماعيه. ودي نقطه خلت فيه تقدير واحترام كبير جدا متبادل ما بين كل الأجهزة الفنية لكل الألعاب الجماعية في نادي الزمالك مع الإدارة الحالية. فلازم يوجه لهم التحية لأن هم قادمين على ملفات كبيرة جدا، مهمة جدا، عصيبة جدا، زي ملفات الفلوس اللي كانت مستحقة قبل كده لكتير من المسؤولين السابقين في نادي الزمالك، سواء مديرين فنيين، أجهزة فنية، أو حتى لاعبين. وكمان عندهم ملفات التجديد الشائكة جدا مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم تحديدا، واللي هم ماشيين فيه بخطى ثابتة حتى الآن. فدي تحية واجبة للجنة الحالية التي تدير نادي الزمالك. ده نص الخبر الأول. نص الخبر الثاني بيقول إنه هيتم تمديد عقد زيزو. والحقيقة إن زيزو خلال الفترة اللي فاتت ابتدى يرجع لأذهان الجمهور المصري كله وجمهور نادي الزمالك تحديدا ذكرى ونسخة زيزو الأفضل اللي كان قدمها مع نادي الزمالك السنة اللي فاتت، واللي كفلت ليه إنه يروح منتخب مصر واحد يبقى من اللعيبة اللي كل الجمهور بمختلف انتماءاته بتشيد بيها وبتقول إنه لازم يكون عنصر أساسي في منتخب مصر. الفترات الأخيرة اللي فاتت زيزو بيرجع يقدم هذه النسخة الأفضل ليه، وعنده كمان الأفضل والأفضل خلال الفترات القادمة. فهو تمديد عقد لواحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين في مصر، واحد من أهم الأعمدة الأساسية والرئيسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.